مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من برنامجكم رؤى وأحلام، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر شعبان، واللهم بلغنا شهر رمضان. احنا جالنا بقى رسائل كتيرة جدا على صفحة برنامجنا، فحبينا النهاردة نفسر عدد كبير جدا من الرسائل اللي جات لنا، وطبعا دكتور مليكة هتفسر لكم كل الأحلام دي. دكتور مليكة كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا دينا، وكل سنة وكل مشاهدينا في كل وجميع الدول العربية والإسلامية يا رب دايما بخير. يا رب. دكتور مليكة، النهاردة هنحاول نقول عدد كبير من الرسائل على قد ما أقدر، بس يعني عشان الناس بس ما تزعلش مننا عشان التليفونات، هنحاول برضو نوفق بين الاثنين. بنوتة بتقول هي شافت زميلها راجع من السفر وبيقول لها وعايز يسكن معاها في نفس البيت. هي طبعا عايزة تعرف معنى ايه ان زميلها يجي يسكن معاها في البيت، ومعنى ايه كمان السفر بشكل عام في الاحلام. السفر دايما بيكون انتقال من حال لحال، وهي واضح ان هي قاعدة في مكان ممكن تكون مغتربة مغتربات. الشخص اللي عايز يجي يقعد معاها، انا برضو معرفش احوالهم ايه مع بعض، طالب ولا ايه، لان لو هو اللي جاي عليها يبقى انت عارفة ان هو حد بيرتاح لها جدا، والله اعلم. والله اعلم. طيب حاجة تانية بقى، رؤية تانية، هي بتقولك من فضلك انا حلمت اني عندي تلميذة عمرها 7 سنين واسمها رحمة، وجت لها البريود او جت لها دورة الشهرية، فهي بتقولك عايزة تعرف معنى ايه ان طفلة تكون عندها كام؟ 7 سنين. والبنت اللي عندها 7 سنين دي جت لها الدورة الشهرية، فهي عايزة تعرف تفسير الاثنين في الاحلام ايه. هي واضح ان هي بتمر بكرب معين، هي رؤيه كده بتعود عليها مش على البنت، انما البنت هي مجرد رمز، والعمرها اللي هو الصغير اللي هو يعني طبعا ما ينفعش في السن ده يجي لها الدوره الشهريه، فانا شايفاها ان في انتقال حال لحال ليها افضل، وربنا هيرحمها من كرب معين. وعلى فكره واضح انها برضو اذنبت في شيء معين وربنا هيرحمها، لانها من الرؤيه موضحه لي ان هي حد كسرت من التوبه لله. طيب مدام تانية، والله أعلم. أنا وجوزي واقفين على الطلاق، هي حلمت بكده وحلمت إن هو جاي ياخدها وراكب جرار، بس مش هو اللي سايقه، وأخواتها واقفين ومامتها كمان واقفة، ومامتها متوفية وساكتين، وبتقول لهم أنا وفجأة قالت أن هي عايزة تروح مع جوزها ده، ولبست العباية والشبشب وركبت وسلمت على أمها. تمام، هي الام المتوفيه ما تكون ساكته في المنام بيكون راحه للام، وفي نفس الوقت ان الموضوع اختيار هيكون البنت هتقع فيه صعب جدا، لان الشخص ده هيحاول ان هو يرجع لها تاني، اللي هو طليقها هيحاول ان هو يرجع لها تاني ويجر كلام بطريقه تانيه، ان الجرار يعني جر كلام شويه ما بينهم وما بين بعض، لبست بقى وراحت له، هي واضح ان هي عايزه، فتستخير ربنا ان شاء الله وربنا يجمع بينهم على خير لو فيهم خير لبعض يا رب. طبعا انا عندي لسه رسائل كتيره جدا، بس بتليفوناتنا بدات معانا. معايا ناديه. ناديه الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ورحمة الله وبركاته. منورين الشاشة. ميرسي يا حبيبتي، بنورك، ربنا يخليك. انا وحضرتك طيبين. وانتي طيبة. السلام يا رب. طب بصي، انا عندي يعني كام حلم كده بس جمالين جدا. اتفضلي. ومعرفون. انا يعني ارجو الناس ما تفرش عليا عشان خاطر انا بقالي كام حلقة مش عارفة افتكر فيديو. طيب اتفضلي. طب بصي، اللهم صل على حضرتك سيدنا محمد. انا حلمت ان انا اشتريت تزيين بلدي. اشتريتي ايه؟ وجبت، حلمت ان انا اشتريت فازلين بلدي. فازلين البلدي. فازلين. فازلين. سردين. سردين بلدي. سردين. ايوه. سردين بلدي. وجبت كيلو لوحده ونص لوحده. تمام. وقلت لاختي انا جبت لكم سردين، سويت لي بايديها وقالت لي رجعي، وانتهى الحلم على كده. طب كويس. اختك اسمها ايه؟ اختك اسمها ايه؟ اسمها ناهد. ناهد؟ ايوه. تمام. ثاني يوم شفت في الحلم والدتي، بس ما انا قمت فاكره ان انا شفت والدتي، بعدها بيوم شفت والدي رحمه الله عليه، ثالث يوم شفت والدتي ووالدي الله يرحمهما مع بعض. وبعد كده ده كل ده تكاسل ورا بعضيه دكتوره، وبعدها شفت 2 دكاتره لابسين بلاطي بيضاء، برضه ما اتكلمتش معاهم، انا فاكره ان انا شفتهم. انت قصدك ان انت بتشوفي لمحات كده؟ بس كده. بعدها برضه على طول شفت ان انا معايا برضه السردين البلدي ده، ان انا هنضفه، بس خدت واحده قطعت راسها وبفتح قلبها، لقيت قلبها يا دكتوره ابيض ما فيهوش اي حاجه، يعني زي ما تكون البسه مش لحمه سردين. هو السردين ده يعني متملح يعني ولا اخضر لسه؟ لا لا عادي، سردين سردين عادي من عند السمك يعني. ني يعني سمك سردين. تمام. قطعت راسها وبعدين فتحتها، لقيت قلبها مش لحم السردين، لقيتها بسه زي القماشه البسه البيضاء. تمام. بعدها ثاني يوم بقى حلمت ان انا ماشيه في الشارع والمطره بتمطر، بس بتمطر عليا انا بس، انا ماشيه
رفعت ايديا للاثنين للسما وبقول الله الله الله، وكنت فرحانه جدا يا دكتوره. النصره جايه عليا انا بس، ما كانتش بتيجي على حد، كل ما انا ماشيه النصره جايه عليا. تمام. عارفه؟ تمام. اي سؤال حضرتك عشان انا مستمعه من التليفون. ايه احوالك الصحيه عامله ايه؟ لا انا كاشفه، انا لازمني عمليه في عيني، في عينيا الاثنين بصراحه. اه المفروض ان انا اعملها اجلتها لاني خايفه. لا توكلي على الله، هو انا شايفه ان انت داخله في حاجه طبيه، فتوكلي على الله. لا توكلي على الله ان شاء الله خير كبير جدا 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 هيعود عليكي. وهي عمليه ايه؟ ميه بيضه دي ولا ايه؟ عينيا عينيا ميه بيضه. المفروض تعملي بسيطه. ايوه ميه بيضه مدام. لا ميه بيضه صح قصد حضرتك كده؟ هي تقريبا كده. ما هي السردينه بسيطه. تمام تمام. ما تقلقيش، بصي الدنيا هتظبط معاكي خالص، لان السردينه اتفتحت انا شايفاها ان ديت فيها عمليه، والعمليه هتطلع نظيفه جدا جدا جدا. انت لما قلتي عينيكي هي واضح انها عمليه بيضاء، لان بياض السردينه من جوه. وجود والدك والدتك ان هم بيظهروا لك في الرؤى، فهي بشريات. طالما ان مش جايين غضبانين او زعلانين او اي اشاره كده او كده، انت بس بتشوفيهم لمحات. فانا مش شايفاها حاجه وحشه ابدا. الاطباء اللي شافتهم برضو دلاله برضو على عمليه، بس هتكون موفقه بامر الله. بس قولي لها برضو الجزء الاولاني هي قفلت، ما كان في الاول خالص، وممكن ما كنتش سمعت اللي ان شاء الله اللي هي حته السردين دي، بس ان هي ان شاء الله نعيد التفسير تاني. الحته الجزء الاولاني بس عشان هي اكيد هي توكل على الله ان شاء الله رب العالمين، والعمليه هتكون كويسه جدا جدا جدا. وجود والدك والدتك في الرؤيه ديت بشاره ليكي، طالما ما فيش منهم اي تنبيه او اي حاجه مش كويسه من ناحيتهم في الرؤيه. طبعا هي شافت اثنين دكاتره تقريبا. هي موضوع عينيها الاثنين، والسردينه ما جت بيضه. انت عارفه انت موهومه قوي قوي قوي، والموضوع الوهم دوت هينزل على ما فيش، والدنيا هتعدي على سلام بامر الله، وبقي طمنين عليك ان شاء الله. والله اعلم. معايا ام محمد. ام محمد الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي ممكن احكي مع الدكتوره؟ دكتور مليكه معاكي. لو سمحتي يا دكتوره، انا قبل اسبوعين حلمت ان انا راحت جزمتي لونها اسود شوز. تمام. وقعدت ادور عليها، دخلت اوضه مليانه شوزات، مليانه شوزات سوداء، بس ولا واحده فيهم بتاعتي. طلعت دخلت بيت مكان لقيت شوزات جزم كتيره. ولا جزمه منها بتاعتك صح؟ مظبوط. ايوه اوكي اتفضلي كملي. طلعت من الاوضه انا مش حافيه، انا تقريبا لابسه شراب. هي تقريبا لابسه شراب. وبصيت لقيت نفسي انا عريانه خالص. وبعدين انا ماشيه معايا واحده مش عارفاها. لفيت نفسي بتشكير، بشكير لونه بينك، ومنطقه كلها خضار وزرع وجناين. تمام. كنت بدور على بيت اخويا. بتدوري على ايه؟ على بيت اخويا، يعني عايزه بيت اخويا. بيت اخوكي صح؟ بيت اخويا. وفي حلم تاني كمان بس صغير. طب انت احوالك ايه مع زوجك؟ لا انا مطلقه من 30 سنه. 30 سنه كبيره، يعني عمري 60 سنه. انا جدا. طيب تمام، لان موضوع شوزات. طيب كملي. في كمان حلم حضرتك. انا ظهرتني بنت سيلفي اسمها ام اياد. هي وبناتها، فبقدم لها عصير مانجا، المانجا اتكبت على السجاده. تمام. انا قعدت امسح في المانجا وصحيت. تمام. وفي كمان حاجه يعني بصيت بعد كده، يعني يوم تاني حلم صغير. كنت في مشغل او في مكان كبير في ملابس. قاعده بقيس في هدوم كتير كتير كتير، بقيس وبقلع، بقيس وبقلع وبقيس. المهم فضلت لابسه بلوزه ليها زراير من قدام. البلوزه مشجره من قدام ولونها ازرق من ورا. ظهرها ازرق ساده. فبقول لبنتي اجيب لها بنطلون ايه؟ قالت لي احسن حاجه عليها الابيض. انا قبل ما اجيب البنطلون صحيت. تمام. في كمان حلم حلمته الليله، يعني الليله هي بحاجة. اقرب واحده من ولادك هي بنتك اللي كانت في الرؤيه دي؟ بنتي دي اقرب واحده من ولادي. تمام. هي حنينه عليا كتير. ما هي الرؤيه الاولى البشكير البنك ده بنته، هي اللي هتبقى ستراك وهي اللي محافظه عليك. هي اللي ستراني فعلا يعني. ما هو دي الرؤيه الاولى موضحه الحال بتاعك اللي انا لقيته من الرؤيه، واكدتها لي كمان في الرؤيه الثانيه. هي بنت من بناتك حافظاكي، التانيين ربنا يهديهم لك يا رب. يعني انت عارفه اللي كانهم مش موجودين. ربنا يعين. حلم اخير. اتفضلي. انا كنت في عيد ميلاد. احنا عندنا عيد ميلاد. عندنا عيد ميلاد ومش عارفه عيد الميلاد لمين، وفي حفله كبيره.
فطلعوا فواكه عشان يحطوها على السفره العيد الميلاد، الفواكه كانت خربانه. فلبيت تقريبا على لا ثواني معلش يا ام محمد، ايه في الحته الاخيره بس؟ تقريبا الفواكه كانت خربانه يعني مش كويسه يعني. الفواكه خربانه بايظه؟ تمام بايظه. واضح. فناديت على بابا من وسط الرجاله، وبابوي انا ابويا ميت. بس مش شكل ابويا، شكل حد تاني. قلت له عايزه 3 كيلو موز. عايزه ايه؟ 3 كيلو موز. المهم قاعد واحد اسمه حلمي. حلمي ده شكله بيختلف عن حلمي اللي انا كنت اعرفه وانا صغيره. حلمي اللي انا اعرفه وانا صغيره كان اسمراني وراجل يعني. حلمي ده اللي انا شفته ابيض وراسه تقريبا معوجه. حلمي. ايوه كملي سامعيني. بس خلاص. طيب في حاجه انت منتظراها بقالك سنين معينه؟ انا منتظر البنتي حمل وهي حامل ان شاء الله. هي متجوزه بقالها قد ايه؟ بقالها 5 سنين. 5 سنين؟ اه. طيب والدك جاب لك الموز ولا لا؟ لا ما شفتوش. ما شفتيهوش. طب معلش هتستعيذي من اهل الرؤيه. بس ثواني، هي بتقول كانت منتظره حمل لبنتها وبنتها حامل. ماشي. لا مش حضرتك قصدك كده؟ لا دي حاجه ثانيه. لا مش هي دي الحاجه اللي انا قصدها. هتستعيذي من الرؤيه الاخيره يا ام محمد معلش. والاستعاذه يا جماعه مش معنى كده ان المنام هيقع باضرار سيئه، الاستعاذه يعني ان شاء الله بنرجو الله ان يرفع عننا بلاء الرؤيه، وبنخرج صدقه ونستعيذ منها ونصلي ركعتين لله، وباذن الله باذن الله بتترفع تماما. انك انت كنت بتقيسي بقى او كانت في حاجات كتيره وما لبستيش البنطلون، هو بصي الرؤى بتاعتك كلها موضحه الحال بتاعك. الرؤى بتاعتك موضحه كل الاحوال بتاعتك الثلاثه، يعني كذا رؤيه كده موضحين ان بنتك هي اللي اقرب زي ما وضحت لك، انك انت بتغيري كتير، انت بتبقى عايزه فعلا بتتحاولي ان انت تقربي من ناس للاسف يعني مفهومش خير. فربنا يا رب يبارك لك في بنتك، هي ديت اهم حاجه عندي دلوقتي في الرؤيه، هي بنتك. ربنا يبارك لك فيها يا رب وتفرحي بيها. موضوع المانجا اللي اتدلقت دي انا شايفاها انها داخله في حسد شويه. طالما انت مسحتيها الحمد لله الدنيا يعني، انت عارفه في يعني في ضرر كده بس ربنا هيسترها يعني، هتعدي ان شاء الله، والله اعلى واعلم. طيب معايا تاني، معايا ام كريم. ام كريم الو. الو اتفضلي انت معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي انا عندي كام حلم كده، حلمين يعني. كام حلم؟ طيب ممكن تقولي لي اهم حلمين. عشان بس التليفونات. ماشي حاضر. طيب اتفضلي. بصي حضرتك، انا والدي متوفي، حلمت بيه ان هو داخل عليا وجايب لي طفل صغير ملفوف ببطانيه. وقال لي خدي سمي بسم الله، فقلت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. والطفل كان جميل جدا. والسلام. والدتي كانت جنبي وبتقول ده بيضحك. فبابا قال لها صلي على النبي، قلنا اللهم صل على النبي. لقيت في ودنه حلق. ايه؟ في ودن الطفل حلق. في ودن الطفل حلق. في ودنها حلق. ايوه. في ودن الطفل الصغير في ودنه حلق. فحضنته وقعدت اقول بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ده اول رؤيه. انت اصغر بيبي عندك قد ايه؟ اصغر بيبي 10 سنين. 10 سنين، انت منتظره حاجه تانية ولا لا؟ والله نفسي. طب كملي. انت ما معكيش غير كريم ولا معاكي حاجه تانية؟ لا انا معايا من جوزي الاولاني، بس جوزي اللي انا معايا ده بقالي 8 سنين متجوزه، ما ربنا ما رزقنيش منه. تمام. طيب كملي. طيب بصي حضرتك، حلمت بجوزي قاعد في اوضه ومعاه شخص غريب. فانا سبتهم وطلعت مشيت، لقيت حذاء لونه بيج. فلبسته. فبقول له هم رامينه في الشارع ليه؟ ده شكله حلو يعني، ليه رموه؟ المهم انا رجعت عشان اشوف مين الشخص اللي قاعد مع جوزي ده، واقفه على الباب لقيت الشخص ده راح قايم فاتح الباب فجاه وبص لي بصه غيظ كده. فانا حركت، رحت قايله لجوزي شوف لي شوز عندك عشان الشوز بتاعي انقطع. هو ما كانش اتقطع الشوز، بس انا قلت كده عشان اتحركت يعني. فراح جوزي دخل يجيب لي الشوز، راح الثاني الشخص ده راح قفل الباب في وشي. لما قفل في وشي رحت انا فاتحه الباب بالجامد كده. فجوزي راح طالع جايب لي شوز اسود بكعب عالي وبيلمع لميع يعني. لبسته كان شكله جميل قوي رجلي يعني.
بعد كده طلعت مشيت لقيت كرتونه عبيت فيها احذيه وعبيت فيها ملابس وغطيتها بروب من فوق لونه بيش في بني في ابيض كده. ومشيت قابلت واحده واقفه في بلكونه جارتي اسمها ام مصطفى قالت لي مبروك مبروك. فانا قلت لها الله يبارك فيكي عقبال عيالك. لقيت طفله نازله عندها حدود 5 سنوات كده من العماره وخلص الحلم. معلش ممكن بس رؤيه صغيره. طب معلش عايزه اسالك معلش باباكي توفى بايه؟ يعني كان عنده ايه قبل ما يتوفى؟ بابا كان عنده مشكله في صدره يعني. توقعتها والله. اه طيب تمام. طب كمل. طب ممكن تقولي الرؤيه الصغيره اللي حضرتك عايزاها بس بسرعه لو سمحتي؟ ايوه بسرعه. حاضر حاضر. بصي حضرتك انا في واحده متوفيه اسمها سمير كده انا اعرفها. فكنت انا قاعده معاها ومعاها ناس يعني. المهم انا دخلت اوضه، الاوضه دي جوزي قال حاطط فيها اكياس، انا عايزه اوريهم مفرش جوزي عامله. فانا عماله ادور على المفرش مش لاقيه، لاقي قماش وحاجات من دي. المهم انا لقيت كيسه فيها اشارب، رحت شداه اشارب لونه بصلي، شديته ورحت رايحه مديه للمتوفيه ديت وبقول لها ايه خدي البسي دوت لونه بصلي، فلبسته. وبرضك كان قبلها بيومين كده حلمت ان انا اديتها 100 جنيه حطيتها على رجليها. اديتيها ايه؟ اديتها 100 جنيه قلت لها خدي يعني فكي نفسك عقبال ربنا ما يسهلها يعني. ورحت حاطها لها على رجليها بس ما خدتهاش من ايدي، انا حطيتها على رجليها. تمام. طيب بصي، اولا تاخيرك في الحمل، ركزي معايا ام كريم لو سمحتي، لان الرؤيه دي فيها تنبيهات كده واشارات جات لي، ربنا يا رب يعافيكي من شر ما فيها. تاخيرك في الحمل ده طبعا خير من عند ربنا، اللي يتاخر في حاجه ده خير. عايزاكي هتكشفي من دلوقتي عند دكتور، وخليه يديكي حاجات اللي هي بتحفظ جدار الرحم من اي تشوهات تخص البيبي. تمام؟ هي سامعاني ولا قفلت؟ ام كريم ايوه معاكي حضرتك. سامعاني؟ سامعاكي. هي معانا على الهواء. اتفضلي كمان. هتتابعي مع دكتور يديكي علاج علشان يظبط لك الدنيا معاكي، على اساس ان ما يحصلش لا قدر الله اي حاجه للبيبي اللي جاي. وفي بيبي، في بيبي جاي بامر الله تعالى والله اعلى واعلم. انا ظهر لي جزء في الرؤيه ان في حاجه صحيه كده، عشان كده انا سالتك على بابا، وفعلا هي كانت واضحه لي في الرؤيه الجزء اللي فوق، يا الصدر يا الحنجره، دي وضحت لي في الرؤيه. وفعلا انت قلتي ان حاجه كانت واصله لبابا، فالرؤيه مدينا تنبيهيه. مش معنى كده ربنا، الرؤيه يا جماعه بتتقسم لاقسام، منها تحذير ومنها بشاره ومنها الانذار. ان احنا دلوقتي الانذار اللي جالك انك انت تتابعي مع دكتور، خليه يظبط لك المساله دي قوي دلوقتي، ما تستعجليش على الحمل، الحمل جاي جاي. فالتاخير ده صدقيني صدقيني طلع خير ليكي. الرؤيه الاخيره هتستعيذي منها وهتخرجي صدقه اللي هي بتاعت المتوفيه. موضوع برضو اكد لي الرؤيه الاولى اللي هي بتاعت باباكي اللي اداك الطفل، الرؤيه الثانيه اكدت لي نفس المشكله. فما مش تاكيد معنى كده انها هتقع برضو، قلنا الرؤى بتبقى رؤى تنبيهيه. كانت تقع امتى؟ لو انت كنت حامل، ما كنتش هقدر اقول لك اي حاجه غير ان انا اقول لك استعيذي. لكن انت دلوقتي لسه ما فيش حمل، في حمل جاي، يبقى احنا نستعد له ونجهز له، يبقى احنا كده عملنا بالرساله اللي ربنا اداها لنا. ماشي يا ام كريم؟ وان شاء الله ان شاء الله ربنا يعطيك الطفل معافي بامر الله تعالى حبيبتي. والله اعلى واعلم. والله اعلم. معايا زينب. زينب الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه. بالصحه والسلامه يا رب. والنبي بالله عليكم تستنوا عليا شويه لحسن انا بقالي شهرين دلوقتي بتصل بيكم ومش عارفه اوصل لكم. حبيبتي طب معلش. انا عندي 3 احلام اسمعوني الله يرضى عليكم. اتفضلي يا حاجه زينب. اتفضلي. اللهم صل على حضره النبي. اول رؤيه السلام. انا شفت ان انا ماسكه الخرطوم وبنضف في البيت، بنضف عندي في البيت. فالميه نازله عكره. الميه نازله عكره. انا مطلعه كده من الصاله على المدخل. ففي واحد قاعد على الكنبه، واحد قريبنا قاعد على الكنبه، راجل كبير في السن كده. تمام. فانا اللي طالع الميه مش نظيفه، بس الايد بان كتير قدام مني يعني نازل كده بس ميت. كويس تمام. يعني بيموت كده. وبعدين فيه نحل من اللي هو بينتج العسل. برضه ايه مدروخ كده ايه، وبرضه ايه اشبه ان هو ايه يعني هيموت.
تمام. بس انا بنتي ماسكه المساحه من تحت من المدخل من تحت وانا بزيح الميه بزيح الميه بزيح الميه. والميه مش نظيفه. تمام. دي اول رؤيه. تمام. الرؤيه الثانيه اشوف ان انا راكبه عربيه انا ووالدتي، والدتي دي متوفيه. رحمه الله عليها. انا راكبه جنبها فهي اللي سايقه. تمام. فلقينا في عربيه واقفه قدامنا كده سد الطريق، فانا عماله بقول لها ايه زمرلها زمرلها عشان ترتكن على جنب. فانا زمرت مرتين كده، المهم ارتكن شويه كده وقمنا معديين. تمام. والعربيه الثانيه وقفت، فدخلنا ايه بصيت لقيتني انا راقده انا وامي يعني في اشبه كده على السرير انا وامي في قلب البيت، البيت ده مقفول يعني قافلينه في البلد لكن احنا قاعدين هنا. فلقيت جنب منها واحد شاب راقد جنب منها، راقد بالفانيلا ولا مؤاخذه الكلسون، ايه امه مستغطيه وانا كنا مستغطيين. فانا قمت كده لقيته ايه بيبص لها، فانا بقول له والنبي والنبي وهتموتها، والنبي اوعى تموتها، والنبي اوعى تموتها، انت هتموت امي انت هتموت امي. راحت امي بالراحه كده يعني بدون ان هو ما يسمحش، فراحت بتقول لي ايه ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش بالراحه كده. فانا ايه ابص مش يعني عايزه اطلع من الشباك ابص اقول يا ناس الحقوني احنا بالليل يا ناس الحقوني. فانا لقيت نفسي ان انا مش هلحق الناس مش هتلحقني. قمت فاتحه الباب وقمت فاتحه الباب التاني وقمت طالعه على الجيران وقعدت اخبط والنبي تلحقونا والنبي تلحقونا لحسن هيموت ام هيموت ام هيموت ام. وقمت ايه خارجه رايحه على الجيران التانية والنبي تلحقونا والنبي تلحقونا لحسن هيموت ام هيموت امي. انا قمت من النوم وانا ريقي ناشف على قولة هيموت ام هيموت امي، وقمت مفلوجه من النوم. عندك وهم كبير يا حاجه زينب. الحلم الثالث بس والنبي خليكي ويايا يا ربي ما تشوف المرض في جسمك حبيبتي معاكي. الحلم الثالث انا شايفاه ليله امبارح، شفت ان بنتي لابسه فستان يعني هو ايه لونه زي ما تقولي يعني ذهبي كده. تمام. فيه ايه وفيه زي ورد صغنن كده مسمر. تمام. بس لابسه حزام عليها اسمر. فانا بقول لها ايه انت طب انت هتتجوزي من غير ما نعمل لك حاجه؟ طب انا مش هعمل لك حاجه يا حبيبتي، ازاي هتتجوزي من غير ما اعمل لك حاجه؟ طب استني. قمت تبص لقيتها باشبه ان هي كانت جايبه بدنجان محشيه، بس البدنجان ده كبير. فانا قمت جايه ايه نقيت الصغير كده ورحت ايه القعده ايه هحشهولها. قال مش البدنجانه واقفه على حيلها كده يعني، لا البدنجانه ايه زي ما تقولي يعني ما اعرفش ماسكه في نفسها كده. وهي لابسه الفستان اللي هو المصفر شويه ده وعليه الحزام ايه الاسمر. تمام. فانا ايه لقيت ابوها قاعد على الكنبه هو قاعد على الكنبه، ابوها برضه متوفي، انا امها متوفيه وابويا متوفي. فانا ايه قلت لا لازم اعمل لها عشاء لازم اعمل لها عشاء. فانا امسك البدنجان وانقي فيه واعدله علشان اعمل لها ايه حله صغيره كده واعمل لها فرختين. وقمت صاحيه على كده. ادي الثلاث احلام اللي انا شفتهم يا حبيبتي. طب زوجك عمل ايه في الرؤيه؟ ها؟ زوجك عمل ايه في الرؤيه؟ عامل ايه في الرؤيه؟ لا هو قاعد بس قاعد على الكنبه كده بس قاعد يعني مش مبسوط. هي بنتك قد ايه؟ ده جوزها متوفي وفعلا جاي لها واحد الايام دي عاوز ايه؟ عاوز يتجوزها. طيب خليها تستخير ربنا. تستخير ربنا، مراته متوفيه وعنده بنتين اتنين. هو الشخص؟ عنده بنتين. تمام. انت بتقولي باباها كان جاي في الرؤيه مش مبسوط. مش عارفه والله يا بنتي يعني كده مش عارفه. انا عايزاكي بس تفسري لي الرؤيه الاولانيه بتاعه الميه اللي مش نظيفه دي والدبان وتفسري. لا ما تقلقيش، الرؤيه الاولى دي خير. دي ريقي ناشف. الرؤيه الاولى دي خير كبير جدا. الرؤيه الاولى دي بتدل على سنين هتنتهي كانت كلها كرب وهموم وحسد وضرر، دي كلها خير هيعود عليكي، لان كمان في شخص كبير في الرؤيه فانتهاء وزوال اي هم كان يخصك، والدبان بقى والحاجات دي كلها طالما ماتت
فخلاص انت هتتخلصي من اشخاص مش كويسين خالص في حياتك، كانوا بقى نظرتهم حاسده، كانت في كلام رغي كتير، الحاجات دي كلها بس هتنتصر عليهم بامر الله تعالى، والضرر هيترد عليهم على فكره عشان الميه جايه مش نظيفه. الميه مش نظيفه، الضرر هيترد علينا احنا؟ لا بعد الشر على اللي بيبص لك بصه وحشه. ها؟ على الحاسدين اللي حواليكي. سامعني؟ بس انا في كرب فعلا يا دي. ما هو واضح الكرب، ما انا بقول لك الرؤيه دي مبشره، مبشره بانتهاء الكرب اللي انت فيه، خلاص ما تقلقيش، اللي جاي بقى افضل ليكي بامر الله تعالى. الرؤيه الاخيره برضو عشان ما تقعش مني، انا عايزاكي بنتك تستخير ربنا في العريس اللي جاي ليها. في تاني الرؤيه بتاعت والدتك اللي كانت سيئه. هي سيئه العربيه وعماله يعني العربيه، وانت خايفه الوقت. او في شاب ظهر وبعد كده انت خايفه احسن والدتك تموت، وكنت بتناجي الجيران. لا ده انا ده هو عاوز يموتها، عماله خارجه بخبط على جيران بقول الحقوا لحسن في واحد عاوز يموت. بصي بس الشخص ده يعني اتضح لي ان هو فيه شكل من ابن انا. من ابني. ما انا قلت لك وانت بتقوليها انت موهومه قوي، وفعلا انت كده بتاكدي الجمله اللي انا قلتها لك. انت مكروبه. انت بصي انت عارفه اللي بتاخدي كل حاجه على اعصابك جدا 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 وتتوهمي جدا جدا، انت من الطبع ده. فالرؤيه دي موضحه طبعك. والدتك جايه في الرؤيه وهي اللي كانت سايقه، على فكره علشان برضو الناس ما بتشوف الميت ما بيسوق عربيه يفتكر ان لا قدر الله حاجه تضر الانسان، لا مفيش خالص، ده بالعكس ده امورك هتتيسر من عند ربنا سبحانه وتعالى. وخصوصا الام المتوفيه في الرؤيه يا جماعه بتكون خير كبير جدا جاي للرائي والدنيا هتتيسر. الشاب ده كانت مشكله هتحصل اللي انت بتقولي عليه، انت حسيت ان هو ابنك بس خلاص هتنتهي تمام. انت عماله تناجي الجيران، انا عايزاكي حتى انت بتقولي والنبي والنبي والنبي، حرام احنا ما نناجيش غير ربنا، ندعي ربنا دايما ونناجي باسم الله. يعني طبعا نبي الله ليه افضال وليه هبت وليه مكانته اللي ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها اصلا، فبس بعد ربنا ما فيش. المفروض ان احنا دايما نناجي ربنا في اي كلام، ندعي ربنا خليكي تتقربي من ربنا، لان الرؤيه دي موضحه لي انك انت برضو انت عارفه اللي انت بتقعدي تعدي ربنا كتير بطريقه مش حلوه. اعرفي ان الرؤى كلها بشريات طيبه ليكي وزوال هم بامر الله تعالى، وعايزاكي تقعدي كده النهارده تستغفري ربنا كتير قوي 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 وتطلبي منه السماح، وان شاء الله ان شاء الله امورك هترجع تستقر تماما تماما تماما. فالرؤى بتاعتك طيبه جدا والله اعلى واعلم. طيب مين معايا تاني؟ معايا اسماء. اسماء الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اسماء. السلام عليكم. ايه؟ أنا ممكن أقول أنا حلم عندي ثلاث أحلام. طب اتفضلي. أنا حلمت إن أنا في مكان بربي فيه فراخ، فراخ بيضاء. وبعدين لما أنا طلعت لقيت 10 فراخ، فبص لقيت 3 فراخ ميتين، هما 2 كانوا ميتين وواحدة فاتت هنا فوق. وبعدين شلتهم الثلاثة على أساس إن أنا هرميهم. أنت قد إيه يا أسماء؟ أنا عندي 26 سنة. 26 سنة؟ 26 سنة. 26 متجوزة ولا لا؟ ايوه متجوزة ومعايا بنت. استعيذي من الرؤية دي يا اسماء، لو عندك رؤية تانية قوليها. ماشي. حلمت ان انا ما تنسيش تستعيذي يا اسماء. اتفضلي. اتفضلي قولي الرؤية التانية يا اسماء. حلمت ان انا اطلع شقتي، شقتي عيلة، انا بطلع على سلايتي. فطلع شقتي لقيت سلفتي قدام باب شقتي بتصلي. وانا طالعه اتكلم قدام شقتها سلفتك بتصلي قدام شقتك. قدام شقتها. بتصلي قدام باب شقتي انا. ايوه ايوه سامعينك حبيبتي. وبعدين؟ وانا طالعه اتكلم كانت بنتها عندها بنتين كانوا بيجروا ورايا، كانوا بتحتاجني عشان ما يخشوش ورايا شقتي. مين اللي بيجروا وراكي؟ ثواني يا اسماء، مين اللي بيجروا وراكي؟ اللي هم البنتين بنات سلفتي. بنات سلفتي بتصلي قدام شقتي. اللي هي كانت بتصلي قدام شقتك. ايوه. كملوا بعدين. لما انا فتحت عشان ما يطلعوش ورايا ببص لقيتها بتصلي قدام باب شقتي، دخلت وقفلت الباب. بعد ما دخلت اوضه النوم بتاعتي لقيت بنت سلفتي جوه دخلت ورايا اوضه النوم، فانا بقول ازاي ده قافله الباب. وضحت الرؤيه يا اسماء من اول جمله والله. طب كملي. بعدين لما انا دخلت اوضه النوم وقعدت، كانت عمتي قاعده جنب على السرير، ببص لقيت بنتي سلفتي دخلت اوضه النوم. بعد كده قمت. عمتك اسمها ايه؟ عمتي اسمها زينة. طيب. وبنتي سلفتي اسمها حسناء. لا مش ضروري، بصي هقول لك ايه. طيب خير. طب هاتي اللي بعده.
الحلم الثالث كان ايه؟ الرؤيه الثالثه حلمت ان انا في شقتي في اوضه الاطفال، وبعدين ببص لقيت في فار ورا السرير اللي انا قاعده عليه، وطلع يجري، وكانت عمتي برضو قاعده جنبي. طلع يجري، وبعدين طلع يجري في الطرقه، ببص في الطرقه لقيت في قطه سمراء كمان وكلب اسمر. ودخلوا من ناحيه كانه داخلين ناحيه المطبخ كده. ايه؟ وراحوا ايه؟ المطبخ. دخلوا من ناحيه المطبخ كده. طب بصي يا اسماء، انت الرؤى بتاعتك كده في حد باصص لك. هي قصدك حد حاسدها يعني حسن؟ اه انت عارفه الصلاه قدام شقتك هي وضحت لي جدا جدا انها بتتمنى انها تعيش عيشتك، بتتمنى حياتك. هو انت اصلا حياتك احسن منها يا اسماء؟ مفيش حد هيقول احسن من حد يعني، كل واحد بيفتكر انه احسن من التاني على فكره، ان التاني احسن منه. في حاجات بتبان يعني. طيب كملي معايا يا اسماء. خلافات كتيره ما بين ايوه. بصي يا حبيبتي، انا عايزاكي تعملي رقيه شرعيه، عشان الرؤيه الاخيره بتاع الكلب الاسود دي محتاجه ضروري ضروري رقيه شرعيه. عايزاكي ترقي ولادك، مفيش حد عندك عن في البيت يعرف عنك حاجه، خليكي منغلقه شويه يعني. اه خليكي كويسه وكل حاجه، بس مش كل حاجه تظهر قدامهم، لان في اشخاص متابعاكي وفي حسد شديد جدا جدا. ربنا يا رب يبعد شر الحسد ده عنك يا رب، اللهم امين. ارقي ولادك، اعملي رقيه شرعيه ضروري 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 لو سمحتي، والله اعلم. طيب معايا ام اسماء. ام اسماء الو. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي وبركاته. خدمة تفسير الاحلام دي؟ اتفضلي، انت معانا على الهواء. خدمة تفسير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبتي معاكي برنامج رؤى واحلام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه اتفضلي. لو سمحت انا عايزه افسر حلم من حوالي 3 سنين. حوالي 3 سنين. عايزه تفسري حلم من حوالي 3 سنين. اتفضلي قولي، احنا سامعينك. لو سمحتي انا كنت اجيب العيال ويتوفوا يعني. ايه؟ رحت انا حلمت انني. لا ثواني ثواني. كنت حضرتك بتخلف يعني، كنت اجيب العيال ويتوفوا. بتخلف اطفال وتوفوا. بعدين رحت انا حلمت انني شايله عيل يعني، شايله زي طفل يعني، في ورايحه دي مدرسه. تمام. الو. تمام. ايوه اتفضلي. وبعد دي رحت لقيت دكتورين في المدرسه دي. تمام. راحوا رحت قالوا لي ده اللي شايلاه في المطبخ. رحت دليت وقلت له ده انا معايا طفله 7 شهور ناقصه. رحوا 7 شهور ناقصه يعني في مع تتكلم مع 13. راح قال لي بطلعيها، قال لي بص اللي تحتيها. راح قال لي ثواني ثواني. لا مش سامع حضرتك، ممكن الجزء الاخير بس تعيديه بس بالراحه بس. نعم. ممكن الخطاطة. طيب معايا منال، حاولي تكلمينا تاني. اخد منال. منال الو. الو اتفضلي منال. ايوه اتفضلي، انت معانا على الهواء. حضرتك انا عندي 3 احلام. طيب اتفضلي. ايوه سامعينك. انا عندي 3 احلام. اتفضلي قولي اول حلم. ممكن اكلم دكتوره؟ معاكي. أيوة دكتور. ايوه معاكي يا منال اتفضلي. بصي يا منال اسمعينا من منال. ايوه شنطه فيها دهب. منال ثواني اسمعينا. أيوة. من التليفون وبعدي عن التلفزيون، احنا مش سامعينك. انا وطيت التلفزيون. اتفضلي كملي بقى. وطيت التلفزيون معايا عشان لازم. طيب. حلمت ان انا شايله شنطه فيها دهب. حلمت انك ماسكه شنطه فيها ذهب وبعدين؟ شنطه فيها ذهب. يعني ابعدي عن التلفزيون، مش عارفين نتواصل معاكي. الو منال؟ لا حاولي تكلمينا تاني يا منال. طيب ارجع اخد رؤيه صغيره بسرعه كده. بنتي داخله ثانويه عامه وصلت صلاه استخاره، وحلمت انها عندها درسين، درس رياضه وانجليزي. راحت درس ذهبت لدرس الانجليزي ودرس الرياضه ما رحتوش. بعد كده حلم الثاني هي عايزه تعرف تخش علم رياضه ولا علم. هي راحت درس انجليزي وبعدين ما لحقتش درس لا ما راحتش بعدين. ما راحتش لدرس الرياضه. وبعدين ايه اللي في الرؤيه؟ وهي محتاره بين العلم الرياضه وعلم العلوم.
هي كانت عامله الاستخاره علشان كده. طيب انا عايزاها تشوف حالهم ايه من ناحيه اخواتها او مين من المقربين عندها في العيله. لو حد دخل علمي رياضة أو علم علوم هي هتبقى مختلفة عنهم، بمعنى لو حد في العيلة داخل علم رياضة هي تاخد علم علوم، لو حد دخل الثانية تاخد هي العكس، لأنها هنا دخلت الإنجليزي، الإنجليزي يعني عكس أي حد في العيلة أو عكس أي حد مقرب منها، والله أعلى وأعلم. هنا حد بيسأل عن الأرقام، بتقول أنا عايزة أعرف تفسير رقم 200 جنيه وعايزة حد تاني عايز يعرف إن حد إداله 500 جنيه. تفسير ده وتفسير ده الأرقام. طبعا بصوا يا جماعه الارقام مش دايما ثابته، علشان تكونوا عارفين رقم 200 اوقات بيقول بظلم واوقات بيقول بنصره على حسب الرؤيه. ال 500 بتكون عندي هنا يعني مواضيع متنقله للانسان، بيكون منها الخير ومنها الشر، بس بتبقى مراحل في العمر ما بين شهور متقاربه ورا بعضها، يعني ممكن تاخد لها 5 شهور الدنيا تظبط والدنيا تقع، الدنيا تظبط والدنيا تقع، بس برضو على حسب سياق الرؤيه هنعرف الدنيا هتبقى ماشيه معاه ازاي، بس هي كلها بتبقى في نطاق الخمس شهور والله اعلى واعلم. طيب معايا مين تاني؟ ام عبد الله. الو ام عبد الله اتفضلي. حضرتك عايزه احسن من الدكتوره رؤيه. ايوه حضرتك اتفضلي انت معانا. علي صوتك ممكن حضرتك تعلي صوتك واسمعينا من التليفون. طيب حضرتك ممكن عايزه المسيره احكيها عن الدكتوره ملكة؟ لا مش سامعاكي. بقول لحضرتك طيب حاولي تكلمينا تاني. اخد ام سيد. ام سيد الو. ام سيد اتفضلي. الو ايوه انت معانا على الهوا. اتفضلي. ايوه اتفضلي. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. بالصحه والسلامه يا رب. انا عايزه الدكتوره اقول لها على حل. اتفضلي خير ان شاء الله. الو ايوه معاكي. ايوه حضرتك اتفضلي قولي الرؤيه. أيوة. واحنا هنفصل. انا جوزي متوفي من 10 سنين. ايوه وبعدين انا بشوفه على طول في المنام. بشوفه على طول يعني في المنام، ابص الاقي جيت انا هو نايم في الاوضه واروح ولعت على النور، قال لي اطفي النور انا عايزه استريح. تمام عايزه استريح. وبعدين قلت له حاضر هطفي النور. الحلم الثاني، الحلم الثاني على طول اشوفه يعني. الو ايوه معاك احنا سامعينك كملي. ايوه حبيبتي. والحلم الثاني انا زي ما يكون هو مستحمي واروح ادور له على غيره ما لقاهاش. على ايه؟ معلش اقول لكم على حلم ثاني. بتدوري له على ايه؟ بتدوري الدكتور عايزه تحرك بتدور له على غيره. ابص الاقي ما عندوش غيارات يعني. هو كده واتقلبت صحيت. تمام طيب كملي. الحلم الثالث بقى شفت الست دي متوفيه. الست دي الست دي متوفيه. ايوه وبعدين زي ما اكون رحت الشارع بتاعهم والدنيا ضلمه، انا بقول يا فؤاد على السلك، لقيتها فاتحه الشيش وراحت قافلاه في وشي، قلت لها خلي فؤاد ينزل لي انا خايفه، وراحت قافله الشيش في وشي. هي الست المتوفيه اللي قفت الشيش اللي هي سلفتي. سلفتك دي متوفيه؟ سلفتك دي متوفيه؟ قفلت الشيش في وشي. محدش نزل لي برضه، طلبت صحيت برضه. تمام بس كده؟ بس كده. انت بصي يا ام سيد، اولا موضوع زوجك هو مش عايز حد يجيب سيرته كتير. واضح ان حد بيجيب سيرته يعني بتفتكروا له الحاجه اللي مش حلوه، فيا ريت بلاش. الرؤية الثانية ان هو بيستحمى ومش لاقيه له غيره، هو للاسف مفيش ستر له في الدنيا، بس ربنا مراضيه في الاخره والله اعلى واعلم. ان المتوفي يقفل في وشك الشيش او المعامله ما تبقاش حلوه، انا عايزاكي يعني ما تزعليش من كلامي، عايزاك تستغفري كتير، عايزاكي ما تبقيش سيئه الظن، عايزاكي تغيري من طبعك شويه. ما تزعليش من كلامي، وواضح ان صوتك فيه حاجه كويسه والرسائل دي ما بتجيلك كده، بيبقى في ما بينك وما بين ربنا حسن نوايا، ان انت حد من اللي نواياه طيبه، فلازم ربنا بيجيب لك اشارات ولو بسيطه انك انت تاخدي بيها وتنتبهي ليها لو سمحتي، والله اعلى واعلم. طيب مين معايا تاني؟ معايا ام سمر. ام سمر الو.
ايوه حافظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ رمضان كريم. الله اكرم. ربنا يخليكي. اتفضلي. الله يخليك يا حبيبتي. بصي، في كذا رؤيه كده، في من اسبوع كده شفت ان انا في الشارع واحد بيبيع احذيه حريمي، بيبيع جوز بجنيه. فانا اشتريت يجي 4-5 جواز كده، وبعدين اكتشفت ان في جوز فيه مستعمل، ما بقتش حباه. ففعلا جالي عريس لبنتي اول امبارح، هو شغال في البترول ومتزوج، هو سبق له الجواز. وبعدين اللهم صل على النبي، انا مسكت جوز، صحيت وانا قايمه من النوم، شكله جميل جدا. بقيت الجواز دي جديده، شكله جميل جدا وفي فلونكات. يعني انت انت استني، انت بعد كده مسكتي احذيه ثانيه جديده مش مستعمله. ايوه. وشكلها احلى. وشكلها احلى، وجوز بني فيه فلونكات اللي انا صحيت وانا مسكاه. حلو قوي. تمام. الرؤيه الثانيه، انا شفت نفسي انا وجوزي، وجوزي في شقه ثانيه متزوج يعني، وانا شفت نفسي انا وهو عايشين في بيت، والبيت ده وحش، شكله مش حلو، وفي شباك زي ما يكون في ازاز كده ومجبس بجبس. وانا جيت افتح الشباك ده، خفت احسن يتكسر، فسيبته زي ما هو. وبعدين في 3 صبيان كده سن 9 سنين و10 سنين داخلين عايشين معانا، ومعاهم زي فوطه او فرشه وقاعدين معانا. فلقيت 2 صحابي في المدرسه، صحابي دول بصوا لي كده لما لقوني رجعت له وعايشه معاه، وما رضوش يكلموني. اصحابك اسمهم ايه؟ منى، منى وصالحه. ما رضوش. دي الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثالثه، انت بتقولي منفصله عنه ولا هو سايبك؟ لا انا معلقه. طب خليكي معلقه احسن لك. ايوه. احسن لك بصراحه، احسن لك، ما تزعليش مني. لا لا صح كده فعلا، ان هو طبعه مش حلو خالص، الرؤيه مش حلوه. طيب كملي. يعني انت مرتاحه اكتر كده؟ لا كده احسن. ربنا يهدي ما بينكم يا رب. ادعي له بالصلاح يا اختي، ادعي له بالصلاح ان شاء الله. بس قفلت. طيب تعالي بقى نفسر موضوع الاحذيه. هي قالت فعلا جوز المستعمل بيبقى واحد فعلا سبق له ارتباط. الشوز الجديد ده واحد تاني هيجي ان شاء الله، ان شاء الله، وفي خير عظيم جدا جدا. قبل كده قولنا اللون البني من افضل الالوان، والشوز هنا جاي بني وبفيونكات، يعني حد كده حتى شكله حلو ان شاء الله هتتباهى بيه بامر الله تعالى. بس هو يعني انت عارفه اللي هو الطبع مش طبعه متشدد، هو طبعه هي هتسيطر عليه شويه. والله اعلم. موضوع الشقه بتاعت جوزك، انا قلت لك لا خلي الموضوع مش دلوقتي، يمكن يكون ربنا يصلح حاله بعدين. فادعي له دايما بصلاح الحال، مش معنى كده ان احنا بقى خلاص لو حاول ان هو يجي لنا، لا نستخير برضه ربنا، نشوف الدنيا فيها ايه، ربنا قادر ان هو يبدل الامور تماما للاحسن ان شاء الله رب العالمين. فبرضه ما ترفضيش ان هو لو عايز يرجع لك، استخيري ربنا، ارجعي له الاول ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما تستخيري هنقرر بقى ان شاء الله اللي خير في ليكي فيه ان شاء الله. والله اعلم. والله اعلم. امين. معايا تاني، معايا منال. منال الو. ايوه. مساء النور. اتفضلي منال. ايوه اتفضلي. دكتوره انا كنت بكلم حضرتك، انا اخر حلم حلمت ان انا معايا شنطه فيها دهب، وانا شنطه فيها دهب، انا شايله شنطه فيها دهب. حضرتك سامعيني كده؟ ايوه سامعينك. معايا شنطه فيها دهب، وبعدين انا والدي عايز يعرف ايه اللي في الشنطه وانا مش عايز اعرفه. الشنطه دي فيها ذهب اثار، يعني هو جاي في الحلم كده، بس هو عباره عن غوايش وسلاسل وكده يعني. فانا هربت منه علشان اروح بيت اخويا، فانا بهرب منه داخله شوارع طويله قوي، وشوارع وحواري وكده. رحت بيت اخويا، ما لقيتش اخويا موجود، فرجعت تاني بالشنطه. رجعت لقيت والدي نايم زعلان، وما رضيش يمشي من البيت، ومستنيني برده، بس هو ما كلمنيش، هو زعلان مني. هو والدك ايه؟ موجود عادي. موجود؟ والدك كان زعلان؟ كان زعلان. كان يعني عشان هو كان عايز يعرف ايه اللي في الشنطه، فهو اما انا ما وريتهولوش هو قلق. فانا وانا بهرب مني وقعت مني سلسله ذهب، وقعت مني سلسله كبيره ذهب. فانا بصيت على الارض شفتها، سبتها ومشيت. رجعت تاني على البيت، لقيت انا معايا طفله حقيقي يعني عندها 6 شهور، طلعت بقيت سامعه صوتها من الشارع بيعيط، وهو هي مخنوقه. فعبال ما طلعت، فجي بعد كده مباحث الاثار تخبط يعني، وصحيت على كده. ففي حلمين تاني عند جوزي بقى، هو حلم ان هو حد مكتفه في الحمام، وهو عمال يصرخ ويقول يا رب يا رب عدرا، ويصرخ ان حد يفكه، وفين وفين لما حد فكه.
انتي منال انتي مسيحيه ولا مسلمه؟ نعم انا مسيحيه. اه تمام. وحلم تاني حلم ان هو يعني شاف نفسه ميت وفي ثلاجه. فبعد كده لقي دكتور واقف قدامه، فالدكتور ده بياخد المحفظه بتاعته وبياخد منها فلوس، تقريبا ساب له الفلوس السليمه وخد منه الفلوس الفاسده. فبعد كده قال له انت بتاخد الفلوس دي ليه؟ سيب المحفظه يا حرامي. فبعد كده ساب له المحفظه. جوزك اللي بيقول للدكتور يا حرامي؟ اه جوزي اللي بيقول للدكتور ده في الحلم، هو شايف نفسه ميت وفي ثلاجه. اه فشاف الدكتور بياخد، يعني شاف حد بياخد المحفظه بتاعته، حد لابس بلطو ابيض. فقال له سيب المحفظه. فالمهم ساب المحفظه، وبعد كده بعد ما هو اخذ محفظته وفلوسه راح قال سلام يا دنيا، يعني انا ماشي. يعني كان ماشي مبسوط برضو، قال انا ماشي. وده الحلم بتاعه. مين اللي قال انا ماشي؟ حضرتك ده جوزي. جوزك اللي قال انا نفسه. هو شاف نفسه ميت، وبعد كده بعد ما شاف نفسه ميت شاف حد بياخد منه المحفظه كانه هو ميت ونايم في ثلاجه. هو طبعا احواله صعبه اول يومين دول، مش كده؟ احلامه اول مره يحلم بكوابيس. مش احلام، احواله الواقعيه. احواله الواقعيه يعني ما فيش حاجه يعني. يعني كانت ظروف نفسيه كده، ودلوقتي يعني على ما اظن بقى احسن يعني. والحلم ده بقى له قد ايه؟ الحلم ده لسه بقى له يومين، يعني حلم حوالي 4 ايام. حلم الثلاجه ده، وبعد كده بعديها حلم ان هو متكتف في الحمام وقعد يزعق ويقول يا رب عذرا كده، لحد ما جسمه ابتدى يفك واحده واحده وقام من الحمام. ثاني حاجه في معلش بقى كمان 3 احلام كده خدتهم ورا بعض على بنتي الصغيره. انت من منطقه اثريه يا منال؟ نعم. من منطقه اثريه؟ لا انا مش من منطقه، انا عين شمس. عين شمس والنزهه. طيب تمام كملي. انا حلمت ان انا يعني بدخل في بيت، الاول انا شاريه سرير، والسرير ده انا يعني بدل ما اروح اجيبه، بس رحت اجيبه من الكنيسه، بدل ما اروح اجيب السرير جبت الشباك بس الكبير بتاعه. وانا ماشيه بيه دخلت الشباك الخشب الكبير، وانا ماشيه بيه دخلت بيت، البيت ده كله مجاري وميه زرقاء وكده يعني. وفي فتحه زي فتحه شباك بس بالطوب الاحمر مش مقفوله، ما فيهاش خشب شباك. أيوه. تمام. البيت ضيق جدا. طلعت بقيت ادوس على المجاري وكده. ده اول اول يوم. ثاني يوم حلمت ان نفسي برضو دخلت نفس البيت، وانا معايا ولد وبنت تانيين كبار غير اللي هي عندها 6 شهور. الولد والبنت دول طالعين معايا، بس البنت الصغيره وقعت مني. البنت الصغيره وقعت مني، على فكره يعني هي البنت اختهم مني انا، بس الام البنت الصغيره. تمام. فالبنت وقعت مني فعينيها اتخلعت. فانا اتصلت بباباها قلت له عينيها اتخلعت، فقعدت اصوت واقول ان هي ماتت وكده. بعد كده اتصلت بباباها قلت له تعالى عشان البنت وقعت مني وعينيها اتخلعت. فقال لي وبتموت. قال لي طب انا مش فاضي. كان لابس كده بدله وكرافته وقعد يخطب لحد عروسه يعني. قاعد يعني هو دايما في الحقيقه. اتفضلي. بصي يا منال، هي الرؤى بتاعتك كلها بصراحه الله يعني مش طيبه، فانا عايزاكي هتستعيذي منها لو سمحتي كلها. اعمل ايه يا دكتور؟ تستعيذي من الرؤى ومن شر ما فيها، تستعيني بالله وتستعيذي من الرؤى ومن شر ما فيها. طب هي مش كويسه بالنسبه، اصل انا بنتي صغيره بحلم بيها كتير جدا يعني، وثاني يوم احلم. على فكره هي خايفه على بنتها، فاهميني؟ بس هي مقصود لا، هي رؤيه مش بنتك. مش بنتك. الرؤيه مش بنتك يا منال، الرؤيه مش بنتك خالص. كلميها بس قولي هي كل احلامها خايفه وقلقان جدا على بنتها. انا برضو مش هقدر اقول. بصي انا لما بقول استعيذي من الرؤيه من شرم فيها، في بتبقى مساله داخله فيها اعمار شويه، بس مش بنتك على فكره، هي مش بنتك خالص. اولا السلسله وقعت في اول الرؤيه، خلاص انا عرفت ان في رمز مش حلو، انت بتجري بالشنطه وفي سلسله وقعت، اللي باباكي كان عايز يشوف ايه اللي في الشنطه وانت داريتي. مش عايزاكي برضو تخليكي قافله قوي على بنتك علشان برضو ما تتحسدش حسد مش حلو، بس برضو مش بنتك اللي المقصوده بالضرر لا قدر الله. وبرضو مش هحدد مين بالظبط، بس انا عايزاكي تستعيني بالله. وجوزك عايزاه ياخد باله من شغله، يا ريت الفتره اللي جايه دي ما يفوتش لا كبيره ولا صغيره، لان في حد متربص له ضرر ما، والله اعلى واعلم، ربنا يحفظكم منهم يا رب. طيب معايا الو.
هنا هنا الو هنا اتفضلي يا هنا انت معانا. اول مره اشترك في البرنامج مع حضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي اتفضلي. انا سعيده بالبرنامج. انا شفت ثلاث احلام من ضمنهم حلم صغير واثنين طوال. طب اتفضلي قولي. الحلم الاولاني ان انا كنت في اوضه وراجل شايل حمار كبير وبعد كده بيجف بيه وكان عايز يجيبه على والدتي. عايز يجيبه على والدتك؟ اه على مامتك. ايوه عايز يجيبه على والدتي. وبعد كده نزلت رميت الراجل من الشباك بالحمار وبعد كده نزلت على محل فاكهه كده هو الكبير وبعد كده دخلت انا واختي محل فيه عبايات وبعد كده الحلم خلص. الحلم الثاني بقى انت انسه يا هنا؟ اه انسه. انا حلمت ان انا مخطوبه وخطيبي انا وهو في مطره وقال لي هي حلمت انها مخطوبه بس انت في الواقع مش مخطوبه. بس انت مش لا انا مخطوبه. انت مخطوبه يعني خطيبك اللي معاكي في المنام او ان هم تحت مطره صح؟ اه كملي وبعدين بعد كده قال لي بعد كده اتمسينا وبعد كده دخلنا محل فيه هدوم كتير فقلت له انت مش هتصورني؟ قال لي لا مش هنتصور. ازاي وانت وشك غرقان مطره كده؟ اه يا منك يا هنا. اه كملي. والحلم الثالث ان احنا كنا قاعدين هو رفض ان انتوا تتصوروا صح؟ اه علشان وشها كله مطر. حلو هي متغيره شخصيه احنا بالمطره بس المطره ما كانتش شديده قوي يا دكتور. تمام كملي وبعدين يا هنا. الثاني ان في شيخ عندنا اسمه شيخ عزت وكده كان موجود معانا كان خطيبه عندنا وبعد كده قال لي انقلي الدبله بتاعتي في الشمال وبقت الدبله في الشمال وبقى ختمين في ايديا اليمين. الدبله بقت في الشمال وفي خاتمين في ايديك اليمين. ايوه بس انت ما كنتيش مرتبطه قبل كده؟ لا انا ما كنتش مرتبطه قبل كده. طيب انت شخصيتك بقى عامله ايه مع خطيبك؟ هو عصبي. والله انت اللي عصبي. انا شايفاكي مش حكايه هو عصبي، انت برضو ليكي شخصيه انك انت بتتحكمي فيه كويس جدا جدا جدا. وانت في مره قلتي له هسيبك؟ اه مره كنت بكرر كده من كتر ما هو عصبي فانا كنت بكررها يعني. اه بصي يا ستي، اولا انا شايفه انه حد كويس وسهل قوي 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 ان انت تتحكمي فيه وانا متاكده من دي جدا. ايه الصور بخصوص ان انا كنت عايزه هي موضوع الصور وكده. لا كويس هو كان هيحصل لا قدر فراق وانا عرفت برضو من الرموز كده ان انت طلبتي منه ان انتوا تسيبوا بعض وهو متمسك بيكي بس اعرف ان هو حد طيب جدا. العصبي ده بيكون حد طيوب زياده عن اللزوم عن الواحد اللي بيكون سلس قوي بعد كده يبقى متزمت بعد كده او يتغير طبعه. فهو حد طيب جدا جدا وانت تقدري باسلوبك انت الكويس عشان انت برضو حد متحكم ما انتش سهله انت كمان شويه يعني وهتقدري انك انت تتغلبي على طباعه دي بس باسلوب حلو مش العصبيه قصادها عصبيه. ما ينفعش خالص يعني ده عايز الطريقه العكس عايز شويه ذكاء شويه لانه هو حد كويس جدا والله اعلى واعلم. طيب حاجه تانية هنا. طيب هنا سبتنا اخد سهير. سهير الو. سهير أيوة. اي سهير اتفضلي. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ممكن اقول حلمين؟ اتفضلي. ايوه اتفضلي خير ان شاء الله. اتفضلي قولي. انا لو سمحتي شفت منام ان انا ومامتي واختي المتوفيه نايمين في الصاله عندي وانا ببص كده على النيش في فتحه طويله كده لقيت زي ما يكون فيها حمار ميت مدفون. صوره مرسوم فيها حمار متوفي؟ لا حمار بجد. حمار ايه؟ حمار ميت مدفون فانا ببص وبقول مدفون. ايوه ما الدكتور بتقول لحضرتك كده او بعدين. نعم كملي وبعدين. وبعدين انا شفت الحمار دوت بس بقه كده وراسه بس اللي باينين فانا خفت واتخضيت وبقول ايه ده اللي جاب ده هنا اللي دفن لنا ده هنا. وبقيت خايفه قوي ومرعوبه وبقيت عايله همي بقى طب انا هطلعه ازاي طب انا هطلعه في المكان ده ازاي طب ايه اللي هيكون فيه وانا بطلعه او مين اللي هيجي يشيلهولي. ده المنام الاولاني.
المنام التاني شفت ان انا في مكان زي ما ساكن كده وماشيه وراح ابص على واحده صاحبتي. بعد ما مشيت وجاي ارجع بقى لقيت كل الطرق مقفوله ومش عارفه ارجع، عماله اجري في الاماكن ومش لاقيه ولا باب. وفي الاخر لقيت باب بتاع ناس معرفهمش، بقول لها طب ممكن تطلعيني من هنا؟ واحدة سمرة كده زي ما تكون شغالة في البيت ده. كنت بتقولي مين طلعيلي من هنا؟ واحدة شغالة في بيت في باب مفتوح ممكن يطلعني، هو ده الوحيد اللي موجود. مين هي؟ طب كملي. واحدة يعني جوه بيت كده لقيت باب. واحدة مجهولة يعني؟ واحدة مجهولة؟ مجهولة بالنسبة لي، بس هي زي ما تكون شغالة في البيت ده. تمام. سمرة قوي. فقلت لها ممكن اطلع تطلعيني؟ قالت لي لا. قعدت اتحايل عليها كتير جدا وهي مش راضيه. فقلت لها طب تاخدي فلوس؟ فلما اول ما قلت لها تاخدي فلوس قالت ازاي وفقت. قالت لي وافقت يعني. وافقت. اداتيها فلوس ولا لا؟ فانا واقفه بقى عشان يعني رحت مطلعه بقى، انا لقيت بفتح شنطتي عشان اطلع الفلوس لقيت فيها جمبري مستوي كتير جدا. ولقيت فيها محفظتي برضه مليانه فلوس، رحت مطلعه 50 و50 على اساس ادهم لها. كويس تمام. فاول ما وهي بقى موقفاني يعني في انتظار كده عشان تعديني. تمام. انا لقيت بنتي معايا. تمام. فعايزه اعدي واخش، دخلتنا من الباب دوت وعلى اساس بقى طلعنا من باب ثاني عشان نطلع. تمام. انا واقفه ومستنيه لقيتها خدت بنتي. ايه؟ فانا لقيتها خدت بنتها منها. فرحت انا وقفت كده على اساس اخش وراها، بس لقيتها راحت قفلت الباب، فانا استغربت بقى وقلت الله طب هي خدتها وطلعتها وسابتني انا ليه؟ فبعدين بفتح الباب لا لقيتها ولا لقيت بنتي. قعدت اجري بقى في اوض كتير وكلها كده معرفش زي مستشفى زي مكان غريب كده، فانا يعني جالي بقى استيعاب ان هي خدت البنت وسرقتها مني وبنت كبيره. جالي بقى احساس ان هي سرقت مني البنت، وقعدت اجري واعيط وادور، بس ضميري بقى مأنبني قوي ان انا قلت ازاي انا سبتها لها وانا واقفه، طب انا ما دخلتش معاها ليه؟ وصحيت بقى ان انا مخنوقه ومضطربه جدا من المنام ده. هي بنتك انسه ولا متجوزه؟ بنتي انسه عندها 24 سنه. طيب بصي، اما حد يجي لها الفتره دي بلاش. تمام. ده حاجه استخاره. ما هي ماشي، ما احنا بنطلب نقول الاستخاره، بس لا الرموز مش طيبه خالص. لا بصي حضرتك في منام تاني عشان انا مش سامعاكي حلو. اتفضلي اتفضلي. مع الشاشه. ان انا برضه شفت بنتي عماله يعني تتخانق معايا، يعني على طول انا وهي عصبيين مع بعض. انتوا ايه؟ عصبيين مع بعض، بنشد مع بعض. تمام. فانا شفتها بقى ان هي عماله، بس المنام ده من فتره طويله قوي، فان هي عماله تعيط وتصوت فيا وعماله تقول لي كفايه كفايه، وكل ما وعماله كل ما تقول كفايه الاقيها زي اعوذ بالله كده زي اللي بتتحرق وحاجه من جسمها بتقع. اعوذ بالله. مره راسها مره ايدها لغايه ما راحت سقطه خالص. برده المنام ده قلقني جدا من زمان بقى. انت بتقولي عندها 24 سنه؟ ايوه. طب هي في مره اتكلمت معاكي انها عايزه تتجوز تبعد عنك خالص؟ عايزه تبعد عني هي؟ هي على طول مجذوره كده نفسيتها يعني مش بس هي بقى لها فتره بس دلوقتي بقت احسن يعني نفسيتها. يعني ما حصلش قبل كده انها عايزه تبعد عنك؟ هي على طول يعني انا بحبها جدا ويعني ما طبعا انت امي حبيبتي. هي رد فعلها في مره كده ولا ما حصلش؟ بس حصل. ردت ايه؟ رد فعلها معاكي قبل كده انها عايزه تبعد، او حتى لو جالها حد تبقى عايزه تسافر بعيد بمعنى اصح. عايزه حتى هي دلوقتي بتفكر يعني عايزه تقول لي اطلع اشتغل في مكان بره، اطلع اشتغل في مدينه ساحليه. يعني هي مخنوقه. انا بقول لك متاكده ان حصل. طيب. هي مخنوقه. طب معلش هتاكد من رمز منك، موضوع الرؤيه الاولى الحمار المدفون اللي انت شفتيه في الصوره اللي قدامك. سامعاني؟ ايوه سامعه حضرتك. قدرتي تلمسي الصورة ولا كانت بعيدة؟
لا ده عندي في الصاله في النيش في النيش يعني الصوره دي اصلا ثواني هي الصوره دي اصلا عند حضرتك في الحقيقه في الواقع؟ لا يا حبيبتي لا ده لازم يكون حمار مدفون في النيش بتاعي في ايوه هي شافتها في النيش ما هي دي العروسه تمام ايوه ما انا فاهمه بس انا قصدي في الرؤيه ما قربتيش ليها خالص. طيب بصي يا ستي هي رؤى كلها تخص بنتك. اولا الحمار اللي انت شفتيه في الرؤيه ده واحد هيجي لها وللاسف للاسف هقول لك ان هي تبقى في فراق بس الموضوع مش حلو ليها يعني هي ما تتسرعش لان الجوازه مش حلوه خالص. موضوع سقوط الحاجات اللي من جسمها دي كلها دي تفرقه ما بين الاهل لا قدر الله يعني هو كمان هيطلع حد اذا كان هو في الاول كويس قوي هي هتبقى مسيطره عليه يعني طباعها السيئه هتتغلب عليه يعني بمعنى اصح هيبقى فيها والله اعلى واعلم طبعا قطع صله ارحام. حاولي بالله عليكي الرؤى لما تجيلك بالشكل ده تتقربي من بنتك حاولي ان انت تاخديها وتصاحبيها انسي اي حاجه حتى لو هي اتعصبت معلش تعالي معاها لان الموضوع مش سهل معاها طول عمرها بعد كده وانت كمان هتبقي تعبانه علشانها وعلشان اللي هيحصل معاها وهتبقى كمان هي هتتعرض لموقف ما لا قدر الله وهيبقى غصب عنها يعني حاجه سيئه هي هتطلبها لنفسها والله اكبر بعيد يعني ان هي فعلا هتضر بيها يعني ما تفتكرش ان الحياه بقى انا هسافر هيحصل وهيسافر وابقى مرتاحه عن كده المواضيع مش سهله خالص خالص ويا ريت هتكون سامعاني ويا ريتك انت لو هي مش سامعه يا ريتك انت تتقربي من بنتك على قد ما تقدري صاحبيها اتعصبت ما اتعصبتش حاول ان انت تقولها هنفتح مع بعض صفحه بيضاء اتقربي منها على قد ما تقدري اي حد يجي لها قولها لا تعالي ما نفكر هنعمل ايه وموضوع الغربه ده بلاش منه بلاش منه بلاش منه وربنا يا رب يهدي حالها يا رب ويبعد عنها شر الرؤى دي يا رب بحق لا اله الا الله والله اعلى واعلم والله اعلم. دكتور مليكة نطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتورة مليكة. دكتور مليكة قبل التليفونات هقول بس حلم واحد هي بتقول حلمت انها بنوته حلمت انها بتبيع دود كبير تفسيره ايه؟ بتبيع؟ لا هو الدود اما تبيعه بيبقى احسن ليها انت عارفه اللي بتتمنى ضرر للناس اللي حسدوها وضروها فهي بتبيعه فخلاص هي كمان انا شايفه ان هي كده انت عارفه بتطلب اذى لحد كمان هي بتطلب اذى لحد طيب. ولو حد اشتراه طيب هيقع في الاذى. طيب يا دكتور لو كانت بتبلعه؟ لا لو كانت بتبلعه تبقى لا قدر الله داخله على ضرر كبير مش سهل. طب بتعمل ايه مثلا؟ بصي تاخد بالها من الاشخاص اللي حواليها لان هي كده هتتقرب من حد فعلا هو اللي هيأذيها وتاخد بالها من كل كلمه تطلعها. يعني تكون حريصه في كلامها وحريصه في علاقاتها. بالظبط كده. طيب ارجع بقى للتليفونات مين معايا تاني؟ معايا ريم. ريم الو اتفضلي. السلام عليكم وكلم دكتوره مليكه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور كنت عندي حلمين كده حلم خير. النهارده حلم من اسبوعين كده. خير ان شاء الله. النهارده حلمت ان انا مع مامتي وبابايا وجوزي وعيلتي يعني ناس كتير من عيلتي ورايحين زي المستشفى. فبقول للدكتور في زي تقل في بطني كده او مش وجع تقل. تمام. فقال لي طيب دخلني على اللي هو زي هيعمل عمليه. فقلت له طيب انت مش تشوف السونار الاول؟ هتعمل لي السونار الاول؟ فقال لي ما انا هعمل لك. وعملت السونار قال لي ده في نونو يعني في بيبي جوه وده انت هتولدي المفروض تولديه. وعمل السونار انا شايفه الطفل يعني شايفه الطفل ولد كانه مش زي السونار طفل عادي. بيعيط عايز يخرج ويرفص وكده. فقلت له قال لي انت لازم تولدي وجاي يركب الكالونه والحاجات دي مش عارف. هو دكتور شاب كده صغير. فقلت لهم طب انسيبها انا هعملها هركبها انا هعرف اركبها. وبعدين قال لي انا مش عارف انت المفروض يتعلق لك محاليل او لا. هو مش عارف. فقلت له يعني مامتي وكده قالت له وانت مالكش مشرف او حد معاك يعني؟ فقال لها لا كل المستشفيات فيها ناس ومحدش فاضي. فمشينا يعني سبناه ومشينا قعدنا ندور على مستشفيات كتير. فروحنا زي مستشفى والدكاتره كلها في ناس كتير قعدت اقول لهم ده الدكتور بيقول ان الحاله حرجه يعني لازم اولد بسرعه. فقال لي قالوا لي طب استنى هنوصلك لاي دكتوره. فانا قعدت اقول لمامتي في حاجه انا حاسه ان في حاجه بتنزل يعني دم او في حاجه غلط.
فدخلت فلقيت مفيش دم ولا حاجة زي المية بتنزل زي ما يكون ولادة يعني. فدخلت المستشفى لقيت دكتورة، الدكتورة دي هي فعلا دكتورة صاحبتي بس هي دكتورة أطفال دكتورة توليد يعني بس. فهي تقريبا اللي بنجتني وولدتني كده في مكان فيه حوالي عيلتي كلهم. تسألي حاجة يا دكتور؟ انت اصلا مش منتظرة اطفال مش كده؟ لا انا عندي مالك عنده سنة و9 شهور. طيب بص يا ستي خلاص كده ولا لسه في تكمل؟ في حلم كمان. حلمت ان انا هي الدكتورة صاحبتك اسمها ايه الاول؟ سارة. هي برضو حامل، هي الدكتورة دي اصلا حامل يعني. طيب تمام. الحقيقة تمام. حلمت ان انا في بيت في حفله كده عند واحده صاحبتي. فدخلنا الاوضه عندها انا وبنتي كمان المفروض ان هي صاحبتي بس انا ما اعرفش اسمها يعني. صاحبتي دي حامل برضه اسمها نورهان. هي حامل في الحقيقه. فحطت لنا زي اطباق كبيره كده ايس كريم في شوكولاته وفي طبقين عليهم فوق شوكولاته كريمه كده. فالبنت اللي معايا دي اخذت الشوكولاته، انا قلت لها انا عايزه الطبق اللي زيك زيك يا نورهان. تمام. قالت لي طيب تعالي كلي. هم اكلوا وانا قلت لها طب انا هغسل الاطباق الاول. قعدت اغسل جنبهم الاطباق وانا شايفاها، وبعدين قلت لها انا همشي. فمشيت في طرقه طويله كده، راحت هي رجعتني قالت لي لا تعالي كلي الاول وبعدين امشي. وبس خلص الحلم. رايحه انت... معاها انا هاكل بس ما اكلتش. انت اصغر بيبي عندك قد ايه؟ هو واحد عنده سنه و9 شهور. ده طفل واحد. ايه؟ طفل واحدة عندها. عمره قد ايه؟ سنة وكم شهر؟ سنة وتسع شهور. سنة وتسع شهور. سنة وتسع شهور. طيب بص يا ريم، الرؤية التانية دي عايزاكي تاخدي بالك. اولا انا شايفة ان لو طلبتي يعني او تمنيتي بيبي تاني الموضوع هيتأخر شوية. فلو جوزك طلب ده حاضر على طول يعني، ما تمنعيش. لان انا شايفة ان في حد هيطلب منك وانت هتمنعي. فلو منعتي الطرقة دي سنين، عشان تكوني عارفه برضو دي رؤيه تنبيهيه. الطرقه دي سنين علشان موضوع الحمله قدر الله. فانا عايزاكي لو حصل كده اتكلي على الله تمام، علشان بعد كده ما نبقاش ندور على حاجه يعني، والله اعلم. دي رؤيه تنبيهيه. الرؤيه الاولى انا شايفه ان في مشكله في العيله فعلا، شايفه في او عندك انت بس مع اللي حواليكي، لان الطفل اللي بيبكي جواكي دي مشكله، دي مشكله ليكي. ساره انا شايفه ان ساره برضو انها بتبنجك، انا شايفه ان في خبر حلو هيجي لك بامر الله تعالى، وفي المشكله دي هتتزال تماما باذن الله، والله اعلى واعلم. بس هو خبر مؤقت يعني حاجه كده، او ممكن الموضوع المشكله اللي حواليك دي هتهدى لفتره مؤقته. وعايزاكي بقى يعني الفتره المؤقته دي تتخذيها صح، ان الموضوع ما يتجددش تاني او المشاكل تزيد تاني، والله اعلى واعلم. اخد محمد معايا. محمد الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتوره، لو سمحت حضرتك، انا كنت بعمل استخاره، كنت شغل كنت هدخل عليه جديد وكده. خير ان شاء الله. لما صليت استخاره وكده، انا من اسكندريه، فحلمت ان انا في حته عندنا اسمها برج العرب، زي برج العرب كده، الحته دي يعني كلها مصانع وحته فاضيه. تمام. وحلمت ان الاخوان يعني ايه جايبين زي يعني محمد صلاح بتاع الكوره. ايوه. جايبينه معاهم وقالوا لي احنا عايزينك معانا وكده. فانا لما لقيت محمد صلاح انا ما ترددتش يعني، رحت معاهم. فبعد ما رحت معاهم لقيت اللي هم يعني بيعملوا حاجات كده على السوشيال ميديا، اللي هم ايه يعني بيعملوا حاجات غلط. فانا بقيت قاعد، انا بقيت حاسس ان انا مخنوق جدا. تمام. وبعد كده لقيت حد من الجيش كلمني قال لي انت ازاي معاهم وكده. قلت له انا مش مبسوط اللي انا معاهم وكده، وانا يعني انا اول ما اجي هقول لكم على كل حاجه واقول لكم على كل اللي حصل، في حاجات غلط هنا بتحصل وكده، وما شفتش يعني محمد صلاح تاني. دي اول حاجه. وتاني يوم برضو انا كنت بصلي استخاره يعني باستمرار ورا بعض. وبعد كده حلمت حلم تاني ان انا في اتنين صحابي زعلانين مني، الاتنين اسمهم محمد، حلمت بيهم هما الاتنين مع بعض. وحلمت بخالي وانا كنت قاعد في الحمام، كنت قاعد على الكومبينيشن، وهو دخل بيغسل ايده في الحوض وكان بيهزر مع صاحبي محمد اللي هو زعلان مني. أيوه. يعني بيقول له انا كنت زمان وبرده بلبس زيكم كده، وكان على يمين الموضه كده، وقعد يتكلم معايا شويه. خالك اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم.
طيب في حاجة بيشتغلها، حاجة أنت عايز تخش فيها نفس المجال بتاعه ولا حاجة قريبة منها؟ لا لا خالص، هو يعني ملكوش. كبير في السن وكده ويعتبر ما بيشتغلش يعني. أحواله المادية عاملة إيه؟ أحواله المادية مش كويسة. تمام، طب كمل. بس يا دكتورة ده اللي أنا حلمت بيه. طيب هنفسر لك حاجه. اتفضل يا دكتور. بص يا استاذ محمد، هي الرؤيه الاولى بتدل اما نشوف حد من لعيبه الكره، يا جماعه محمد صلاح وجاي من صلاح الحال والجيش طبعا والاخوان والحاجات الرموز اللي انت قلتها دي، هو انا شايفه ان انت هتدخل يعني الموضوع بتاعك هيكون فيه قيل وقال كتير جدا جدا جدا، بس انا شايفه من بعدها في صلاح حل ليك. الموضوع مش وحش علشان تكون عارف، الموضوع برضو مش وحش، بس عايز انك انت تاخده كده بطريقه تدرس فيه الكبيره والصغيره، لان جه محمد صلاح يعني اختفى بعد كده من الرؤيه وجالك حد من الجيش وقالك ازاي انت معاهم وكده، فازاي انت معاهم في جمل كده باخدها في الرموز انك انت تاخد كل حاجه بدقه. الموضوع حلو اللي انت داخله مش وحش، بس هو في رغي كتير، فمنعا للحوارات دي انا عايزاك تاخد كل حاجه قانونيه صح، كل حاجه داخل فيها ما تعتمدش على حد خالص، بس الموضوع بصراحه مش وحش، الموضوع حلو جدا والله اعلم. موضوع خالك ومحمد ومحمد انا برضو الرمز هنا ما وضحليش بصراحه قوي، هو محمد ومحمد انا مش عارفه انت زعلان منهم في الواقع ولا لا الشخصين دول، ولو كنت انت زعلان منهم في الواقع يبقى الرمز بعيد عنك تماما. لو في فعلا اتنين انا كنت لسه هسالك عليهم لو موجودين في الواقع يبقى وخالك اصلا احواله الماديه مش تمام فهو بيعاتبهم، فالموضوع بعيد عنك خالص. اما لو ما كانوش الاتنين دول موجودين هقول لك توقف شويه عن الموضوع ده وهترجع تستخير برضو تاني. طيب والله اعلم. طيب ارجع معايا منال. منال الو. ايوه لو سمحت اكلم دكتوره مليكة. دكتوره مليكة معاكي. طب حاولي ترجعي لنا تاني يا منال. اخد ام ساجده. ام ساجده الو اتفضلي. الو اتفضلي. ازيك يا دينا؟ الحمد لله الحمد لله. ممكن اكلم دكتوره مليكة؟ دكتور مليكة معاكي يا حبيبتي. اهلا يا ام ساجده. الو. ايوه حبيبتي معاكي. طيب عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا حبيبتي. ممكن بس اقول لك بقى كم حاجه كده على طول؟ اتفضلي. خير. الو. ايوه معاكي. معانا معانا اتفضلي قولي الحلم بتاعك. بصي يا دكتور هقول لك كم حلم كده على طول. اول حلم انا لسه من قريب كده حلماه اني انا راكبه حصان، الحصان دوت رايح عند بيت والدتي اللي هي فيه دلوقتي. كاتباه وماشيه فرحانه بيه او شبه فرحانه كده ولغايه ما وداني عند بيت والدي ونزلت، فوالدتي بتقول لي وديت الحصان فين؟ قلت لها ما اعرفش هو راح فين؟ قالت لي توهتيه، رحت ماشيه مش عارفه رحت فين كده ولقيت الحصان رحت جايباه وجايه لها. لونه ايه الحصان؟ بني. تمام. لونه بني وحاسه ان هو شكله حلو، يعني الحصان طاير مش طاير بيا، هو ماشي يعني الى حد ما بس بيجري حلو كده وانا فرحانه بيه. تمام. ماشي ده أول حلم. تاني حلم ده حلم من شهرين كده إني أنا يعني شكلي زي حلقة أصلع كده أو قرعة وفي في النص شوية شعر كده وبقول إيه ده هو أنا شكلي عامل كده ليه؟ بس شكلي مش وحش اللي هو حاسة إن شكلي منور شوية كده بس دماغي فيها شوية شعر في النص كده. تمام. ماشي؟ ده تاني حلم. تاني حلم بقى حلمه من شهر ونص كده ولا شهرين أما بعد ما عرفت ان مرات اخويا حامل. حلمت ان هي عندي في الحمام بتاعي بتاع بيتي. الحمام ده هي قاعده على القعده بس مقفول الغطا فمعاها كيس نايلون ابيض كبير وفي كياس سمك. تمام. فبقول لها ممكن تديه، مش هتديه منه يا اسماء، هي اسمها على اسمي اسماء. فبقول لها مش هتديه منه يا اسماء؟ قالت لي يا خدي. راحت مدياني كيسين فيهم شويه سمك حلوين والسمك كبير وحلو. انا بقيت فرحانه بقول لها ايه ده انت هتديه منه وبقيت فرحانه. ده كده. طب معلش يا مساجدة عايز اعرف برضو علشان اربط الرموز بحال الراي اللي هو بحالك. ماشي. جوزك فين؟ ماشي. جوزي معايا. كويس معاكي؟ نعم على طول بنزعل على قهوه بسبب انا وهو كده. ايه على طول ايه؟ على طول بنزعل على قهوه. بيزعل على قهوه بسبب تمام. انا وماص يعني بيزعل بسرعه. انا عصبيه بالزياده، انا عصبيه بالزياده وهو ما بيقدرش مثلا، على طول واخد الحياه باستهوان كده. انت عصبيه وهو ما بيقدرش. ما شاء الله توليفه كويس. يعني تحس ان هو مستهون باي حاجه ما بيننا، بيستهون بالامور. تمام. دي ده الحلم السمك. الثالث
حلمانه ان انا ماسكه شبشبين، واحد ابيض وواحد لونه ذهبي، فيلم بتاع يعني كان عندي منهم واحد بعد ما اتجوز. ماسكه في ايه؟ ابيض. ماسكه في شبشبين. 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 شبشبين، واحد ابيض عليه فلوم قبيضه والثاني لونه ذهبي. وانا ليا جراني صحابي قوي يعني جراني صابرين ورانا. فرانا ديت راحت واخده مني الشبشب الابيض، بقول لها ابنتي هتاخديه مني؟ قالت له عاجبني اسماء اديهوني. رحت مديه لها. وجت صابرين الثانيه، وجت صابرين الثانيه راحت واخده الشبشب الذهبي، بتقول لي هاتي دوت انا بقى. خساره يا خساره يا ام سجده، انت قفلتي. طيب الرؤيه الاولى ركوبها على الحصان، ده جوزها اللي هي هتيجي فتره كده وهتروح عند اهلها، وبعد كده الود هيرجع تاني ما بينها هي وزوجها. يعني بطلي العصبيه اللي انت فيها. هي بتقول ان هو بيستهون على اي يعني بيزعل اهون سبب. لا هو بيزعل ولا بيستهتر وبيتخانقوا على اهون سبب. على اهون سبب علشان هو بيستهتر، هي عصبيه، يعني هما الاثنين عكس بعض، فهو ده الطبيعي، ده هو لازم كده واحد يشد والتاني يرخي، مش ضروري انتوا الاثنين عصبيين. الموضوع مش هيبقى سهل على فكره، انت كده تحمدي ربنا على اللي هو معاكي. الحصان البني رمز الراجل، كويس جدا 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 وطيب جدا جدا جدا. اللي انت بتعمليه انت اللي غلط، وانت اعترفتي ان انت عصبيه فما ينفعش. وبعدين مشكله انت معترفه وفي نفس الوقت مش مغلطه نفسك يعني. طيب موضوع انك انت بقى كنت شعرك والكام شعرايه اللي طالعه دي بس كده، هو ده طبعك برضو، بيدل على طبعك وبيدل انك انت عارفه الافكار بتاعتك كلها سلبيه كلها. فانا عايزاكي برضو تظبطي نفسك في التفكير بتاعك وتتروي كده التحذير والتنبيه، انك انت تكوني هاديه، تهدي شويه عن كده، لان الافكار بتاعتك كلها مش تمام. مرات اخوكي بقى وموضوع السمك وانها ادت الكيسين، هو ده ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين في حمل ليكي انت كمان باذن الله ان شاء الله. لان ان شاء الله رب العالمين. موضوع الشباشب وديتي لصابرين وديتي الرنا، انا شايفه انك انت بعد ما امرك انت تظبط في حمل، انا مش عارفه التانيين متجوزين ولا لا، لانهم هم وراكي مباشره، وراكي مباشره. هو اللي يشوف الرمز هنا هي ادتها له، ادت لهم الشبشب وكده، يبقى هم خلاص لك ان هي تبقى الحمل بتاعها ما يبقاش تمام. لا هي هنا الرموز موضحه لي انك انت ربنا هيكرمك بامر الله تعالى، وهم هيبقوا زيك، بس انت هتبقي الله اعلى واعلم، يبقوا توام، هم كل واحده هيجي لها واحد بس زي التوام اللي انت هتجيبيه. بمعنى لو جبتي ولدين كل واحده فيهم هتجيب ولد، والعكس والله اعلى واعلم. لو جبتي بنات يبقى التانيين هيجيبوا بنت، كل واحده بنت واحده. الو معايا صباح. صباح. الو اتفضلي يا صباح. ايوه يا فندم اتفضلي. كنت عاوزه افكر اسالها على حلم بس. اتفضلي. خير ان شاء الله. اتفضلي دكتور مليكه معاكي. ايوه اتفضلي. دلوقتي انا اختي حلمت لي اللي انا كنت تعبانه قوي قوي، وبعدين راحت جابت لي اثنين دكاتره وجم كشفوا عليا وبتاع، وقالوا لي قالوا لها دي ماتت. قالوا لها دي ماتت، وبعدين قعدت تصوت تصوت ودخلت عليا قالت لهم لا ما تقولوش اختي ماتت، ما تقولوش اختي ماتت. فدخلت لي قعدت تكلمني، لقيتني بضحك، بتقول لي بتضحكي وشك حلو قوي وحتى مكياج جميل، بس في تحت عينيكي الايلاينر ده ولا الكحل عامل سواد جامد قوي. تمام. شلت الملايه من عليكي وخدتك وطلعت من الاوضه. تمام. بس. طيب بس كده؟ طيب شوفي يا ستي، الرؤيه دي ليكي ولاختك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اختك في عندها مشكله مقرقاها جدا جدا جدا، لا قدر الله موضوع موتك انت وانت مريضه دوت انفراجه ليها هي. في نفس الوقت انت جات لها شافتك لقيتك بتضحكي، معنى كده ان في بشاره خير طيبه ليها. انت بقى ولادك عاملين معاكي ايه؟ كويسين. كويسين. طيب موضوع الكحل اللي سايح ده انا شايفه في توتر ما بينك انت وولادك بس مش اكتر، يعني الرؤيه ملهاش دعوه بالاعمار خالص خالص. انت الرمز اللي ليكي موضوع الكحل او الايلاينر سايح تحت عينيكي، هم دول ولادك اللي هم يعني مضايقينك او هيزعلوك شويه والله اعلى واعلم. هي بقى في زوال هم عنها وفي بشاره خير جايه لها بامر الله والله اعلى واعلم. والله اعلم. انا بس عايزه اختم حلقتي، معلش هنخلص النهارده بسرعه، بس في حلقه في حلم هي مش قايله اسمها بس مصره جدا وتترجانا نفسره لها. هي بتقول شافت واحده واخده الدبله بتاعتها والخاتم بتاعها، فهي قامت اخذت الخاتم من وراها
لكن الثاني اخذت دبلتها ومشيت. يعني ايه؟ بص يا ستي، اولا ما نحكمش برضو ان حد ما ياخد مننا حاجه، او قد يكون في تلاعب من الشيطان بالانسان. لو هي مثلا شايفه ان الشخصيه دي هي انا بصي جدا، هي المفروض تكون برضو استفسر منها على حاجات معينه. اخذتها منها، يبقى ممكن تكون هي نفسها كمان في كل شيطان بيتلاعب بيها انها تكرهها في صاحبتها دي، لان الشيطان كتير جدا بيجينا يحزننا وبيشيلنا هموم من ناحيه الاشخاص. طيب دلوقتي لو ما كانش كده، يبقى المنام يعني لو هي مرتبطه بيكون الموضوع ممكن يتوقف، والله اعلى واعلم. طبعا انا عندي رسائل كتير جدا بس ما لحقتش اقولها كلها، اعذروني لضيق الوقت، عشان كده هختم حلقتي وبشكر حضرتك يا دكتور مليك. شكرا لك يا ديان. اعزائي المشاهدين، وكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، استنوني الاسبوع الجاي ان شاء الله، واتمنى لكم احلام سعيده.